جابت جموع غفيرة شوارع منطقة أولوز بإقليم تارودانت احتفاء بختم 14 طالبا من بينهم فتاتان للقرآن الكريم في أجواء روحانية ومسيرة تقدمتها كوكبة من الخيول التي ينتطيها المحتفى بهم. كنشكر الفقيه ديالي حيت عاوني باش نحفظ القران ونكون انا والاصدقاء ديالي قدوه للمجتمع. لا انسى مجهودات شيوخي الافاضل الثلاثه الذين بذلوا مجهوداتهم كذلك ليحفزونا ويشجعونا لحفظ كتاب الله، ويعني انا مسرور وفرح جدا بهذا الختم. احتفاء رفع فيه شعار عريض: منهج القرآن في دعم الوسطية والائتلاف ومواجهة التطرف والاختلاف، في إشارة إلى أن الدين الإسلامي دين التعايش والتسامح. وايضا نشكر الجمعية ديالنا حيت عاونتنا باش نفهموا ونركزوا، لأن هذا العرس كان من تقاليدنا العريقة المعروفة، إلا أنه يعني في مدة الأخيرة يعني كاد أن يندثر، فقمنا نحن بإحيائه وبعثه في هذه الاحتفالات، ويعني يشارك في هذا الاحتفال 14 تلميذا، من ضمنهم فتاتان اثنتان ختمت القرآن الكريم لأول مرة. اللهم بارك فيما علمته، اللهم اجزي المعلمين الذين علموا القرآن. عرس قرآني يهدف بالأساس إلى الحفاظ على هذه العادة المتجدرة في تاريخ المغرب، احتفاء بطلبة العلم الذين سيحملون مشعل نشر الوسطية والاعتدال في المجتمع ونبذ كل أشكال التطرف، تجسيدا للتعايش السلمي المنشود دائما بين كل مكونات الشعب المغربي وباقي شعوب العالم.